مصر هنا كان معروف عند العرب قديما. هل كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام والحديث الصحيح الذي لا يستطيع أحد أن يرده حديث بوب له البخاري رحمه الله تعالى بقوله باب سنة العيدين لأهل الإسلام. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها والجاريتين اللتين كانتا تغنيان بهذا النص تغنيان. ونأى النبي عليه الصلاة والسلام امرأة فقال لعائشة تعرفين من هذه؟ قالت لا. قال هذه قينة بني فلان، يعني مغنية بني فلان، مطربة فنانة في عرفنا هذا. لكل فريق منكم التوفيق والسداد، ويعني اللي بيفوز إن شاء الله لا ينساني من نسبة وإن كانت قليلة 2.5% ترى زين.